الثامنة بتوقيت العالمي الموحد، نشرة الأخبار من قناة الموريتانية، والبداية مع العناوين. مجلس الوزراء يصادق على اتفاقيتي قرض لتمويل مشاريع تنموية هامة، ويجيز مشاريع مراسيم تتعلق باللجنة المستقلة للانتخابات. رئيس الجمهورية يوقع في كيغالي مع نظرائه قادة دول القارة على اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة، بروتوكول إعلان كيغالي. اختتام أعمال ورشة المصادقة على الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2018-2030. أهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ هذه النشرة ببريد رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز، حيث وجه سيادته برقية تهنئة إلى صاحب الفخامة السيد ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وجدد رئيس الجمهورية لرئيس الباكستاني حرص بلادنا على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين خدمة لمصالح شعبيهما الشقيقين. صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروعي قانون يتعلقان باتفاقيتي قرض لتمويل مشاريع تنموية هامة، كما صادق المجلس على مراسم تتعلق باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، واستمع إلى بيانات قدمها أعضاء في الحكومة. نتابع في مال النص الكامل لبيان مجلس الوزراء. اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 22 مارس 2018 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد عبد العزيز رئيس الجمهورية، وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين: مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 11 فبراير 2018 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الإفريقي للتنمية والمخصص لتمويل مشروع عصرنة البنى التحتية المالية. يبلغ القرض موضع مشروع القانون الحالي 3,600,000 وحدة حسابية، أي ما يعادل حوالي 185 مليون أوقية جديدة، سيتم تسديده على مدى 30 سنة، من ضمنها فترة سماح قدرها 5 سنوات بمعدل فائدة سنوية قدره 1% من أصل القرض المسحوب وغير المسدد، وبرسم خدمة بواقع 0.75% سنويا على أصل القرض المسحوب وغير المسدد، بالإضافة إلى رسوم التزام تصل 0.5% سنويا على مبالغ القرض غير المسحوبة. مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 11 فبراير 2018 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الإفريقي للتنمية والمخصص للمساهمة في تمويل برنامج الإصلاحات الاقتصادية وتنويع الاقتصاد المرحلة الثانية. يبلغ القرض موضع مشروع القانون الحالي 4,000,000 وحدة حسابية، أي ما يعادل حوالي 204 ملايين أوقية جديدة، سيتم تسديده على مدى 30 سنة، من ضمنها فترة سماح قدرها 5 سنوات بمعدل فائدة سنوية قدره 1% من أصل القرض المسحوب وغير المسدد، وبرسم خدمة بواقع 0.75% سنويا على أصل القرض المسحوب وغير المسدد، بالإضافة إلى رسوم التزام تصل 0.5% سنويا على مبالغ القرض غير المسحوبة. كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية: مشروع مرسوم يحدد إجراءات تعيين أعضاء لجنة التسيير وانتخاب رئيس ونائب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. يلغي مشروع المرسوم الحالي ويحل محل المرسوم رقم 117/2012 الصادر بتاريخ 13 مايو 2012 المحدد لإجراءات تعيين لجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، كما يأتي ليأخذ في الاعتبار التعديلات المدخلة على القانون رقم 027/2012 الصادر بتاريخ 12 إبريل 2012 المنشئ للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وذلك في إطار الإصلاحات المؤسسية التي أسفر عنها الاتفاق السياسي بين الأغلبية الرئاسية وبعض الأحزاب والكتل المعارضة. مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الموريتانية للطيران الدولي.
مشروع مرسوم يعدل ويكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم 054/2015 الصادر بتاريخ 5 مارس 2015 المحدد لقواعد تنظيم وسير عمل الحظيرة الوطنية لحوض أرجين. يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى أن يلغي ويحل محل المادة رقم 10 من المرسوم رقم 054/2015 الصادر بتاريخ 5 مارس 2015 المحدد لقواعد تنظيم وسير عمل الحظيرة الوطنية لحوض أرجين، وهي المادة المتعلقة بالمجلس العلمي لحوض أرجين. وفضلا عن تعزيز حضور الموريتانيين في هذه الهيئة العلمية الاستشارية، فسيمكن تعديل المدخل على النص من تنشيط عمل الهيئة المذكورة وضمان المزيد من الاستباقية لها لمواجهة الضغوط والمخاطر المحيطة بالمجال الحيوي للحظيرة الوطنية لحوض أرجين. وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي، وقدم وزير الداخلية واللامركزية البيانين التاليين: بيانا عن الحالة في الداخل، بيانا حول الاستراتيجية الوطنية للامركزية والتنمية المحلية. يستعرض هذا البيان الخطوط العريضة لمسار إعداد استراتيجية وطنية جديدة مندمجة وشاملة للامركزية والتنمية المحلية، وينتظر من هذه الاستراتيجية أن تأخذ في الاعتبار المعوقات التي أبرزتها التجربة الماضية من جهة، كما ينتظر منها من جهة أخرى أن تكون على مستوى الآفاق التي فتحها المشهد الترابي الجديد الناشئ عن الإصلاحات المؤسسية الأخيرة التي تميزت على وجه الخصوص بإنشاء المجالس الجهوية. وقدم وزير المياه والصرف الصحي بيانا يتعلق بوضعية الشركة الوطنية للماء وآفاق تطويرها. يستعرض هذا البيان الوضعية الحالية للشركة الوطنية للماء من حيث الوسائل المتاحة لها والتحديات والمعوقات التي تواجهها، كما يقترح البيان جملة إجراءات مؤسسية وإدارية وتقنية من شأنها أن تمكن الشركة في المدى المتوسط من تحسين أدائها وخفض تكاليف تشغيلها والوصول إلى التوازن المالي. هذا وعلق وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين والشيخ وزير الداخلية والمركزية سيد أحمد دول عبد الله في مؤتمر صحفي مساء اليوم على نتائج اجتماع الحكومة. واستعرض وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات التي صادق عليها المجلس. وبدوره استعرض وزير الداخلية والمركزية حيثيات مشروع المرسوم المحدد لإجراءات تعيين أعضاء لجنة تسيير وانتخاب رئيس ونائب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. استعرض وزير الداخلية والمركزية حيثيات البيان المتعلق بالاستراتيجية الوطنية للامركزية والتنمية المحلية، مبينا أنه في ظل المجالس الجهوية المرتقبة تم التفكير بإنشاء استراتيجية ممنهجة كي تطبق على هذه المجالس، وذلك من خلال استخلاص الدروس من البلديات. وبإمكانكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا المؤتمر الصحفي كاملا بعد النشرة الرئيسية باللغة الفرنسية لهذا المساء بحول الله. وكان رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز قد شارك بالعاصمة الرواندية كيغالي في أشغال القمة الاستثنائية الإفريقية حول منطقة التجارة الحرة القارية. وقع رئيس الجمهورية ونظرائه خلال القمة على اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة الإفريقية وبروتوكول إعلان كيغالي. تقرير محمد تقي الله لدى. استهلت القمة بعقد جلسة وراء أبواب مصدى حضرها رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز ورؤساء دوله وأجهزة الاتحاد الإفريقي بهدف إجازة برنامج العمل والنظر في النصوص والأطر القانونية ذات الصلة بمنطقة التجارة الحرة. ثم فتحت الأبواب ليرحب الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي الرئيس الرواندي بول كاغامي بضيوف القمة الاستثنائية، معطيا للحدث بعده وللحظة مكانتها المصيرية المحددة لحاضر ومستقبل القارة. ثم أسهب رئيس جمهورية النيجر محمد إيسوفو في شرح مسوغات الإنشاء وتبيان آليات وأدوات التنفيذ. وفي ختام أعمال القمة الاستثنائية المنعقدة بكيغالي، وقع رؤساء الدول والحكومات الاتفاقية المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية الهادفة إلى إزالة كافة العوائق التجارية والاقتصادية. إنشاء منطقة للتجارة الحرة بإفريقيا يحيل إلى تحول القارة لأكبر تجمع جمركي في العالم،
لذا ستسمو القارة السمراء إن هي وفقت في خطوتها هذه إلى أحد أكبر مناطق النمو الاقتصادي بالعالم بعد التوقيع على الميثاق التاريخي الكفيل بمنح القدرة على منافسة بل تجاوز التكتلات الاقتصادية الكبرى. قمة الأعمال بكيغالي مكنت الوفود الحكومية من تبادل وجهات النظر مع أرباب المقاولات الإفريقية بشأن التغيرات الاقتصادية المرتقبة عبر بوابة التجارة والتحرير التدريجي للتبادلات بسوق يزيد مرتادوها على المليار نسمة، فيما يصل منتوجها الداخلي الخام إلى 2.5 مليار دولار. بيد أنه من المؤسف أن حجم التبادل التجاري بين الدول الإفريقية ضئيل للغاية إذا ما قورن بنظيره مع باقي دول المعمورة وخاصة مع أوروبا المستحوذة على نسبة 70%. ومن المعلوم أن منطقة التبادل الحر تعد أبرز ملامح الأجندة الإفريقية 63 بعد 2000 الطامحة إلى الأمن والاندماج والازدهار والساعية بثقة كبيرة إلى ظهور تجارة بلا قيود في اتجاه ميلاد قارة بلا حدود. إفريقيا بدون حدود، الحلم الدفين والشعار التحرري الكبير يسلك اليوم دربا غير مفروش بالورود. فبعد التعثر والإخفاق بدأ العد التنازلي في اتجاه انتصار إرادة الشعوب، واستطاعت قمة كيغالي على الأقل كسر الحاجز وهتك الصمت. كيغالي، بعثة الموريتانية. اختتمت مساء أمس بنواكشوط أعمال ورشة للمصادقة على الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2018-2030. تم تنظيم هذه الورشة من طرف وزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية ومنظمة العمل الدولية. بعد يوم من النقاش وتقديم العروض المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2018-2030 والمصادقة عليها من قبل المشاركين، اختتمت أعمال هذه الورشة التي تعتبر بداية لمواجهة معضلة التشغيل في بلادنا ومساهمة فعالة للحد من البطالة. إن المصادقة على هذه الاستراتيجية تعتبر بداية رفع تحدي للتشغيل الذي يعتبر معضلة بالنسبة لجميع الدول، وهو ما يتطلب منا جميعا كل من موقعه العمل على تنفيذ مختلف محاورها. ونعدكم أن نأخذ بعين الاعتبار جميع التوصيات والاقتراحات التي تمخضت عنها نقاشاتكم اليوم. ولا يسعني قبل أن أنهي كلمتي هذه إلا أن أسدي جزيل الشكر لكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاز هذا العمل الكبير، وأخص بالذكر شريكنا مكتب العمل الدولي والبنك الإفريقي للتنمية. وتعتمد هذه الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2018-2030 لبلوغ أهدافها على 4 محاور أساسية تتمثل في تنسيق السياسات القطاعية والشراكة بين القطاعين العام والخاص مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وموائمة التكوين مع حاجيات السوق، ودعم وتوطيد المصالح العمومية للتشغيل عبر برامج هذا الأخير، بالإضافة إلى تطوير إطار حوكمة التشغيل. إلى ولاية تقانت، حيث احتضنت مدينة تشجع عاصمة الولاية منافسات المرحلة الشهوية من رالي العلوم لنيل جائزة رئيس الجمهورية على مستوى الولايات الشرقية. جرى انطلاق المنافسات تحت إشراف والي الولاية وبمشاركة فرق من تلامذة ولايات الحوضين والعصابة وتقانت. أكثر من 30 تلميذا من المرحلتين الإعدادية والثانوية يمثلون 4 ولايات يشاركون بمدينة تججة في المرحلة الجهوية من رالي العلوم والمرحلة النهائية من الأولمبياد لنيل جائزة رئيس الجمهورية للعلوم. تنظم هذه المسابقة من طرف خلية التلفزة المدرسية بوزارة التهذيب الوطني، ويشارك في مناظراتها الجهوية على مستوى المجموعة الشرقية تلامذة من ولايات الحوضين والعصابة، بالإضافة إلى تقانت التي تحتضن عاصمتها المنافسات بعد إعطاء إشارة انطلاقها من طرف والي الولاية. هذه الجائزة تكلل في نهاية كل عام بتوزيع جائزة قيمة من فخامة رئيس الجمهورية لحرص السلطات العمومية في موريتانيا على أن يتم تحسين أداء التعليم ومستويات التعليم في موريتانيا. الدولة الموريتانية برئاسة فخامة الرئيس محمد العبد العزيز
أراد أن يعيد إلى نظامنا التربوي علاقة هو ماضيه المشرف عن طريق التشجيع على التميز والحصول على الكفاءة المطلوبة، لأن الدولة تعتمد عليكم مستقبلا لبنائها ولتنميتها. مناظرات الفرق المتنافسة في تصفيات رالي العلوم جرت بحضور مؤطري هذه الفرق من الأساتذة بالإضافة إلى آباء التلاميذ، وهو إجراء يقول طاقم الإشراف إنه اعتمد حرصا على شفافية عملية التنافس. وتنظم مناظرات رالي العلوم للعام الثاني على عموم التراب الوطني، ويجري التنافس فيها بين تلاميذ المؤسسات الإعدادية والثانوية لنيل جائزة رئيس الجمهورية للعلوم. اختتمت اليوم في العاصمة نواكشوط أشغال الملتقى التحضيري الأول لأول منظم من طرف وزارة الشباب والرياضة لتطوير الرياضة الوطنية، وقد انبثقت عن هذا الملتقى توصيات ومقترحات سيتم اعتمادها خلال الصالون المقرر تنظيمه فاتح إبريل المقبل. بعد يومين من العروض والنقاشات المستفيضة حول أهمية الاستثمار في القطاع الرياضي الوطني من طرف المؤسسات التجارية ورجال الأعمال والفاعلين في المجال الاقتصادي، إضافة إلى طرق تسويق المنتجات الرياضية على الصعيدين المحلي والدولي وآليات تفعيل القوانين الرياضية المنظمة للقطاع، اختتمت أعمال الملتقى التحضيري الأول حول تطوير الرياضة المحلية. لأول مرة كانت نتائج مثمرة، ولا شك أنها هي تعود عندها طابع خاص في اليوم الوطني للرياضة اللي له يعدل فيه ذاك الصالون، اللي له يعود الاتحادات الرياضية كلها عنده بلد له يعرف فيها لرياضته ويعرف فيه الفرص اللي تقد تستثمر فيها. لا يعود ذاك الصالون هيش نوعية في تطوير الرياضة ودخول رجال الأعمال في المجال اللي الاستثمار فيه مهم ويخدم التنمية. وراجين الصالون إن شاء الله لا يشرك بين الإعلاميين اللي دورهم مهم والأرباب العمل يصدر بشي مهم يرجع للرياضيين يكان تنهض رياضتنا أكثر. الملتقى التحضيري الذي تميز بمشاركة واسعة من طرف ممثلين عن قطاع الشباب والرياضة والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين والجمعيات والاتحادات والصحافة الرياضية الوطنية انبثقت عنه توصيات ومقترحات سيتم اعتمادها خلال الصالون الأول لتطوير الرياضة الوطنية الذي سينظم ضمن الفعاليات المخلدة لليوم الوطني للرياضة فاتح إبريل المقبل. نظم اتحاد إعلاميات موريتانيا مساء أمس في نواكشوط حفل إطلاق أولى الندوات الفصلية للاتحاد، وأكد الإعلان عن منتدياته وفروعه المتخصصة في مختلف مناطق البلاد، ويسعى الاتحاد من وراء هذا النشاط إلى المساهمة في تأدية الرسالة المنوطة بالهيئات الإعلامية في البلد. حفل إطلاق أولى الندوات الفصلية لاتحاد إعلاميات موريتانيا وكذا الإعلان عن منتدياته وفروعه المتخصصة في مختلف ربوع البلاد تميز بكلمة للمستشار الإعلامي بوزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عبر فيها عن الأهمية القصوى التي توليها السلطات العليا في البلد للإعلام والعمل على تطويره حتى يؤدي رسالته، مهنئا اتحاد إعلاميات موريتانيا على تنظيم هذا النشاط. يسعدني باسم وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن نلتقي اليوم معكم للإشراف على انطلاق النسخة الأولى من الندوة الفصلية لاتحاد إعلاميات موريتانيا، وهي مناسبة يلتقي فيها الجميع من منتسبي الاتحاد والمكتب التنفيذي وكل الهيئات التابعة له في الجمهورية الإسلامية الموريتانية. إن المكان التي باتت تحتلها موريتانيا على مؤشرات حرية الصحافة العالمية تتطلب منا جميعا كل من موقعه أن يكون في مستوى التحديات السياسية العديدة التي تواجهنا، وذلك من خلال التحلي بالمسؤولية والانضباط الأخلاقي والمهني. إن المكتسبات التي حصلت عليها بلادنا في مجال حرية الصحافة تقتضي منا جميعا التنويه بالسياسة التي تبعها رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز الرامية إلى إعطاء السلطة الرابعة مكانتها في بلادنا، حيث أدرجها ضمن الاهتمامات الرئيسية في تطلعه إلى غد أفضل لهذا الشهر. نائبة رئيسة اتحاد إعلاميات موريتانيا سيدة ماريا لادي ثراولي
عبرت في كلمتها بالمناسبة عن أهمية هذه اللحظة بالنسبة لهيئتها، مؤكدة أن تنظيم هذه الندوة الفصلية تؤكد حرصهن في الاتحاد على إشراك المنتسبات في البرامج والقضايا الرامية إلى تحسين قدراتهن وتطوير أدائهن المهني، مضيفة أن اللقاء سيكون موعدا متجددا كل 3 أشهر قصد التلاقي المستمر وتبادل الآراء بين المنتسبات لهذه الهيئة الإعلامية. مداخلات المشاركات في هذه الندوة ذكرت بأهمية الفروع والنوادي المنبثقة عن اتحاد إعلاميات موريتانيا باعتبارها تسهم في تطوير أداء الاتحاد من أجل أن يؤدي دوره المنوط به في التمكين للمرأة بصفة عامة والمرأة الإعلامية بشكل أخص. المشاركات أكدن كذلك على ضرورة هذه اللقاءات من أجل التعارف بين مختلف الأجيال الإعلامية والاستفادة من خبرات ومعارف السابقات في هذا المجال من عميدات مهنة الصحافة. خلد اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين مساء أمس اليوم العالمي للشعر، وقد خصصت هذه التظاهرة لتأبين الشاعر والصحفي الراحل كابر هاشم تغمده الله برحمته الواسعة. محمد كابر هاشم رحمه الله، التجربة الإبداعية الخالدة. تحت هذا الشعار خلد اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين اليوم العالمي للشعر، ويسعى الاتحاد من خلال تنظيم هذه التظاهرة إلى تسليط الضوء على المخزون الأدبي الذي يتميز به الشعراء والأدباء في بلادنا من قرض للشعر وأسلوب في الكتابة. رئيس اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين ألقى كلمة بين فيها الخصال الحميدة التي كان يتحلى بها الشاعر والصحفي محمد كابر هاشم وما بذل من جهود في خدمة الأدب والإعلام. إذا احتفل العالم أو احتفل العالم العربي على الأقل به في هذا اليوم كرجل رمزي في خدمة الأدب وإنشائه وإرشاده كتابة نثرية وشعرا لما كان في ذلك نشاس، لأنه في حقيقة الأمر صنع التجربة هنا وصنعها في العالم العربي. المتحدث باسم أسرة الراحل الدكتور صدفي والسخاوي شكر اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين على تنظيمه لهذه التظاهرة التأبينية لفقيد الوطن والأمة الذي ترك بصمات أدبية وثقافية تخدم الدين والوطن، مذكرا بمحامده المتمثلة في الأخلاق والتواضع والكرم. فعاليات تخليد اليوم العالمي للشعر تخللتها مداخلات من قبل الشعراء الحاضرين تطرقت في مجملها إلى الخصال الحميدة التي كان يتميز بها الراحل من شجاعة وحب للوطن وبذل للغالي والنفيس من أجل أن تحتل موريتانيا مكانتها الأدبية والثقافية اللائقة، سائلين المولى جل جلاله أن يرحم فقيد الساحة الأدبية والإعلامية وأن يدخله فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نظمت جمعية أنا ومتلازمة داون مساء أمس بالعاصمة نشوط حفلا لتخليد اليوم للمصابين بمرض متلازمة داون، وقد تضمن هذا الحفل فقرات متنوعة أنعشها أطباء متخصصون ومنعشون تربويون، تناولت التعريف بهذا المرض وأسبابه وكذا تقديم النصائح والإرشادات المتعلقة بالتعامل مع المصابين به، كما شمل الحفل عروضا ترفيهية للمصابين وشوائز تشجيعية. رئيسة جمعية أنا ومتلازمة داون السيدة صفية مت المهجي أكدت في كلمة لها خلال هذا النشاط أن ما تقوم به جمعيتها يهدف إلى التوعية والتحسيس بأهمية العناية بالأفراد المصابين بمتلازمة داون وتقديم مختلف أنواع الدعم لهم، وذلك في حاجة لثقة أكثر من حاجتهم إلى الشفقة. الآن مشاهدينا الكرام ننتقل إلى الاقتصاد وأرحب بزميلي محمد والبلال. مساء الخير زميلي محمد. مساء النور محمد، أهلا وسهلا بك وبمشاهدينا الكرام، ونلتقي بعد فاصل قصير. أهلا بكم مجددا، ونبدأ نشرتنا بأسعار أهم العملات العالمية مقابل الأوقية حسب بيانات البنك المركزي الموريتاني.
كشفت وزارة التخطيط العراقية عن التواصل مع مجموعة من الشركات الصينية المختصة في مجال الإعمار والإسكان من أجل الاستثمار في بناء مجمعات سكنية منخفضة الكلفة في عموم البلاد. وأوضحت الوزارة أن العراق يحوي حوالي 3700 قطعة عشوائية، حيث تحتل العاصمة بغداد صدارة المحافظات الموجودة في القائمة، إذ تجاوزت 1000 عشوائية وتليها البصرة ومن ثم كركوك الغنيتين بالنفط. وتعمل الحكومة العراقية اعتمادا على الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر على معالجة هذه المشكلة عبر وزارة التخطيط التي فتحت قنوات اتصال مع مجموعة من الشركات الصينية المختصة في بناء المجمعات السكنية منخفضة الكلفة. قالت هوا شوينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية إن مبادرة الحزام والطريق التي اقترحتها الصين ستوفر المزيد من الفرص للشركات في العالم، وصرحت هوا بذلك ردا على تحليل صادر عن قناة أمريكية لأخبار المستهلكين والأعمال، أورد أن 15 شركة دولية على الأقل بما في ذلك نايول وشنايدر إلكتريك وريويتي تعتبر مبادرة الحزام والطريق فرصة لنمو الأعمال. وذكرت الوزيرة الصينية أن المزيد من الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية أظهرت ثقتها ودعمها لمبادرة الحزام والطريق نتيجة للاستفادة من مساواة التعاون وطبيعة الاستراتيجية المتبعة في المشروع. فيما يلي نتابع جديد أهم الأسهم والمؤشرات في الأسواق المالية العالمية. ختام النشرة الاقتصادية عود إلى زميل محمد الجديدي وما تبقى من النشرة. شكرا لك زميلي محمد البلال. ومشاهدينا الكرام نشرتنا تتواصل لكن بعد الفاصل. الملفات الإخبارية تتابعونها كل أسبوع في نشرات الأخبار على قناة الموريتانية. ضرورة تكاتف الجهود الإفريقية والدولية لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية التي تشكل تهديدا حقيقيا للتنمية، والتفكير في وضع الاستراتيجيات المناسبة لمواجهة التصحر وزحف الرمال. مواضيع من بين أخرى ناقشها المؤتمر السادس لأطراف الوكالة الإفريقية لاستيعاب المخاطر الذي احتضنته بلادنا. للوهلة الأولى تطالعك هذه المستنقعات والبرك المائية في أماكن متفرقة من العاصمة، فيخيل إليك أنها ناتجة عن تساقطات مطرية، لكن اقترابك منها يكشف لك أن الأمر يتعلق بتسرب مائي في بعض الأنابيب المائية ناتج عن عطاب فنية بسبب إعادة تجديد شبكة التوزيع وقوة الضخ في الأنابيب القديمة التي أصبحت متهالكة. معالجة مهنية لمواضيع مهمة تأتيكم ضمن الملفات الإخبارية كل أسبوع. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وأرحب الآن بزميلتي وردة منتبة والموجز الرياضي. مساء الخير زميلة وردة. أهلا بك أبو جيجي. إذا مشاهدنا جديد وأخبار الرياضة لكن بعد قليل. أهلا بكم في تفاصيل. يواصل المنتخب الوطني الأول بملعب شيخة والبيجية تحضيراته المكثفة لمواجهة نظيرها الغيني وديا مساء السبت المقبل ضمن استعدادة الجولة الثانية من تصفية كأس أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون. التحق بالمعسكر المنتخب معظم المحترفين الذين تمت دعوتهم للمباراة، تقدمهم القائد عبد البا مدافع أوكسير الفرنسي ومهاجم بلدية غازي عنتابة تركي أدم با وثنائي ليفانتي الإسباني علي عبيد وحسن العيد.
وفي سياق متصل كان المدرب المنتخب الوطني كورنتي مارتيز قد دعا 23 لاعبا للودي المرتقب بين المنتخب الوطني وضيفه الغيني، وتم استدعاء الحراس الثلاثة الذين شاركوا في بطولة المحليين الأخيرة وهم سليمان جلو، صلاح الدين ونامو رجاو، وعرف الدفاع غياب عدد من المدافعين المتميزين على المستوى المحلي على غرار عمر مانجا ومحمد واد والحسن مرابط من الوليبو والحسن حبيب من الحرس وعبد الله الغازي من تفرق زينة. أما خط الوسط فشهد غياب ثلاثة لاعبين محليين كانوا من أبرز ركائز الفريق وهم باقيوق موسى والتقي الدنة والصنبا عبد الله. وفي الهجوم غاب نجم الوليبو المنتخب الوطني مولاي خليل بسام الذي كان يعاني من الإصابة في الفترة الماضية وحل مكان حمية ولا طنجي مهاجم نادي تشجع، في حين تم دعوة الجناح إسماعيل جاكيتي العائد للدوري المحلي بعد فشل احترافه مع الاتحاد طنجة المغربي. اختتمت اليوم بمقر الاتحاد الوطني كرة القدم فعاليات منتدى تطوير الرياضة الوطنية المنظم من طرف وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد المحلي لأرباب العمل الموريتانيين. وقد عرف المنتدى الذي نظم على مدى يومين مشاركة عدد من الاتحادات الرياضية ورجال الأعمال ووسائل الإعلام، وقد أجمع المشاركون على ضرورة دعم ورعاية مختلف الفعاليات الرياضية المحلية ضمانا لرفع مستوى ممارسة الرياضة في بلادنا. نهاية نشاط الرياضة، شكرا لمتابعتكم وعودة بعد الفاصل إلى محمد بديدي. شكرا زميلة وردة. وبأخبار رياضة مشاهدينا الكرام تتكامل عناصر هذه النشرة، نعود ونذكر بالعناوين. مجلس الوزراء يصادق على اتفاقيتي قرض لتمويل مشاريع تنموية هامة ويجهز مشاريع مراسيم تتعلق باللجنة المستقلة للانتخابات. رئيس الجمهورية يوقع في كيغالي مع نظرائه قادة دول القارة على اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة وبروتوكول إعلان كيغالي. اختتام أعمال ورشة المصادقة على استراتيجية وطنية للتشغيل 2018-2030. مشاهدينا شكرا لكم على كرم المتابعة، فألتقيكم بحول الله عند منتصف الليل في عرضنا الإخباري الأخير. لذلك من حين تحية مني ومن فريق العمل، للقاء.